اسمي أحمد عبد السلام عبد الرحمن عبد السلام، عضو في حزب الحرية والعدالة. أمير قابلني، أمير قابلني وقال لي في نروحوا نحرقوا نقطة الإسكان الصناعي، فروحت له في الميعاد اللي قال لي عليه الساعة 3. ركبنا وفي ناس تانية جت، منهم واحد اسمه أمير، كان اسمه واحد اسمه جلال، اتفق معايا على 500 جنيه. قال لي بعد ما اخلص الشغلانه، بعد ما اخلص الموضوع الحريق ده هتاخد 500 جنيه. وبعد كده ركب مع جلال ثلاثه تاني مع في العربيه، بقى امير جنبي وفي اربعه ورا العربيه، وكان معاهم كياس سودا. جينا بالعربيه رحنا عند النقطه، طلعوا كياس حدفوها جوه النقطه، فالكياس دي كان فيها بنزين، وبعد كده حذفوا ازاز ملطوف عليها فالدنيا ولعت. انا محمد مجدي باهي، كنت ماشي في شارع 2000 نقطه، وكنت شايفها مولعه، طلعت التليفون بتاعي وصورتها. والدي مجدي باهي في حزب الحريه والعداله.